جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. كثيرا ما يذكر في هذا البرنامج الكتاب المفضل الذي يحسن بالقارئ أن يطلع عليه. بعض الناس يعتقد أننا ندعو إلى مذهب معين أو إلى كتاب معين لأمر ما، هل من كلمة شيخ صالح؟ نحن لا ندعو إلى مذهب معين ولا إلى كتاب معين ولا إلى شخص معين من الرسول صلى الله عليه وسلم. ندعو لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى اتباع كتاب الله. ندعو إلى كتاب معين وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ندعو إليه، وندعو إلى قراءة ما يوافق ذلك من كلام أهل العلم ومؤلفات أهل العلم، ومؤلفات أهل العلم التي تتمشى مع الكتاب والسنة ومع فهم السلف الصالح نوصي بقراءتها، نوصي بقراءتها، وما جربناه منها فإننا أيضا نحرص على أن نرشد إليه. وقد جربنا ولله الحمد كتب أئمتنا شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ الإمام ابن القيم والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، جربنا هذه الكتب ووجدناها ولله الحمد خلاصة طيبة لمذهب أهل السنة والجماعة وفهم السلف الصالح، وهي مركزة على الكتاب والسنة، لا تدعو إلى مذهب معين ولا إلى شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تدعو إلى كتاب إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جربنا هذا فيها، ليس فيها عصبية، ليس فيها مذهبية، ليس فيها دعوة لشخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك نوصي بقراءتها من أجل تجردها عن الهوى والتعصب والمذهبية. نعم.